سرحان فيه. مش تشركني معك، مش الحكاية حكايتنا احنا الاثنين. فاكر سيد الملا؟ فاكره يا رحيم؟ أنا مش قادرة أنساه لأنه كان سبب معرفتنا ببعض. كان زعلان قوي، قاعد يأنب نفسه ويقول ما كانش عاوز الحكاية تجلي بجد. قال لك الكلام ده إمتى؟ دلوقتي أنا قاعد أقلب الأفكار، فات على دماغي كده. يعني كان زعلان عشان هو سبب معرفتنا ببعض؟ ده لو خش الجنة هيخشها بس عشان هو كان سبب معرفتي بيك. هو بيقول لو خش النار هيبقى بسبب المعرفة دي. للدرجة دي حبي ليك وحبك ليا بقوا ذنبي يدخلوا النار؟ ياه ليه؟ اصل انت ما تعرفيش اللي حصل. بعد ما هربتي الدنيا ما بقيتش هي الدنيا، ولا انا بقيت انا. انت عارفة الطبنجة ومسمار الأمان اللي في الطبنجة؟ لو انت كنت مسمار الأمان دي، لما فتيني وهربتي خدت عقلي معك، بقيت عايش من غير مسمار أمان. أمال أنا بقى استحملت وهربت ليه؟ عشان أفوتك أنت وأهلك في أمان، تبقى دي آخرتها؟ أمال أنا ضيعت عمري وهربت ليه؟ يا ريتك ما هربتي، يا ريتك فكرت ترجعي. فكرت بدل المرة مرة واثنين وعشرة ورجعت. فين؟ جيتي فين؟ رجعت لحد باب سيد الملا، أسطل نفسي من الخلق والعربيات لحد ما غلبني الخوف عليك وعلى نفسي. قادر انزل برجلي من التاكسي ولا حتى افتح الباب. كان متهيألي لو دخلت عند سيد هلاقيك. مش هتنزلي يا ست؟ ها؟ ها؟ اهدي ايه؟ انت مش قلت اقف هنا؟ اه طب ما نزلتيش ليه؟ لا انا مش نازلة. مش نازلة؟ ايوه اطلع. على فين؟ محطة مصر. ما احنا لسه جايين من محطة مصر. اطلع تاني محطة مصر، مش العداد بيعد؟ بيعد؟ حاضر. ولا أقولك استنى شوية. أول ما شفتك الدنيا طارت بيا، حسيت إن عقلي طار وطار قلبي معاه. ازيك يا سيد؟ قلبي طار وحط على كتافك. انت داخل عند سيد وانا داخله معاك، وحياة سيدنا النبي حسيت انك مطبق عليا بدراعتك الاتنين. لا سمع السواق بينادي عليا ولا كنت حاسه بالدنيا. اتشلت ايدي على اكرة الباب تهت عنها. في ايه يا ست؟ ولا اقولك استنى؟ اطلع ولا استنى؟ خلاص اطلع، اطلع من هنا. على محطة مصر؟ اي حتة بعيد عن هنا، بعيد عن هنا. خدني وده وسط الزحمة، بقيتش شايفة ولا سمع ولا حاسة بأي حاجة. كان بيني وبين نفسي إني أرجع لك وأفتح الباب اللي معرفتش أفتحه. لكن فجأة لقيت نفسي قدام محطة مصر والسواق بيقولي وصلنا يا ست. بصيت له مبقتش شايفاه، الراجل اتخض قال لي اوعي تقولي إن إحنا هنرجع الأزهر تاني. وآخرتها؟ آخرتها رحت تسوق.
بلد تشيلني وبلد تحطيني، وما فوقتش إلا وأنا عند باب سيدي إبراهيم، والفجر كان بيد. دخلت صليت مع الحريم ودعيت إن ربنا يصبرني، وقلت شلاه يا سيدي إبراهيم. عارف أول حاجة دعيتها إيه وأنا ماسكة في المقصورة؟ إنك تنسيني. إني أفضل فاكراك طول العمر، وإن ربنا يخليك لمراتك وأولادك وأهلك، وإني أسمع عنك كل خير. يا ريتك ما دعيتي ولا تعبت نفسك. ما هو ربنا سبحانه وتعالى ما استجابش، مش عشان انت مغضوبة عليكي، لا، عشان انا ما استاهلش. انت رحت لسيد ميتي؟ ياه، من سنين. اول مرة حكيتها لك دي كانت من سنين، بعد ما هربت بكديه. بعد ما هربت ورحت تسوق يجي بأسبوعين ثلاثة، بعد ما سبت لك الجواب عند سيد المولى بشهر تقريبا. كانت كل حاجة راحت الحل، كنت عديت للبر التاني، كان الرجوع صعب، وسيد كان زعلان قوي.